يذبحنا هالبنيان. الحين نبلش شوي امغاره حولي، وين راح ناخذ اغراض وشنو بناخذ طابور؟ طيب يقولون الصين رخيصه حيبه ما توفي، كان زين في مكان واحد في كل الشركات تختار اللي تبي بسعر اللي تبي تقارن بينه. ميري ذبحنا الضغط يبقى اعطينا ليمون ثاني. لا يرتفع ضغطك ولا شيء. معرض اعمار المطلع من 8 ل 11 ابريل 2019 في سليل الجهره. كل ما تحتاجه لبناء بيتك تحت سقف واحد، وكل الشركات اللي تبي. نشوفكم على خير.